لعبة قبليها لسعيد ده ضارب حسام غالي في الهواء ضربة رهيبة والحكم قال العب. يعني لما لعبة ضربة والحكم بيقول العب ولعبة ما فيهاش فاول والحكم بيقول بينالتي وبعد كده تقول لي مش احنا بنثق في حكام مصريين؟ حلو ولا ايه؟ يعني برضه هرجع خليني في الماتش. انا اخدت ماتش واحد لا دفعت ولا زحيت ولا اي حاجه خالص. خلينا يا كابتن دكتور علاء يعني في حاجه مهمه جدا عايز اوصلها بس. انا المساعدين انا بحترم كل الناس، بحترم الحكام الساحه وبحترم المساعدين وبحترم، لكن في حاجات كتير قوي بتحصل عليا دايما للمساعدين، في حين ان في ماتشات ثانيه بتبقى الزمالك الجول الثاني بتاعه تسلل 100 100، الاعمى يشوفه. مش عايز اتكلم على فرقه ثانيه، لكن في النهايه يعني انا بطل من كابتن عصام صيامي. المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، مرحله في منتهى الخطوره، مرحله يعني هتحدد بطل الدوري، هتحدد بطل المسابقه ديت بعد عناء شديد جدا وموسم طويل قوي وموسم فيه منافسه كبيره. احترام الطاقم التحكيمي لازم يكون على اكمل وجه من الساحه والمساعدين، ما يبقاش حكم الساحه يعني حكم كويس والناس اللي بره او المساعدين على مستوى اقل. طيب انا بس هفكرك بحاجه صغيره خالص وانت بقى خد قرارك واعمل اللي انت عايزه. فاكر الاهلي والمحله السنه اللي فاتت في المحله؟ فاكر 2-0. فاكر البنالتي اللي اتحسب عليكم في الاول؟ فاكر البنالتي بتاع شبان. فاكر كان مين الحكم؟ فاكر الحكم كان مين؟ كان كابتن فهيم عمر. كان فهيم عمر. شكرا كابتن سيد عبد الحفيظ، خليكوا دايما كده عندكوا ثقه في الحكام المصريين، وان شاء الله ربنا هيكرمكم بقدوره وياسوره وغيرهم. مبروك يا كابتن سيد. اتفضل كمل كابتن مجدي. عشان كده النادي الاهلي هيفضل كده، والله هيفضل كده. يعني هو عنده مبدا مش عايز يحيد عنه، وشايف ان المبدا ده بالنسبه له مهم جدا، بحيث بانه ما يتنازلش عنه باي، مش ما يتنازلش عنه، حتى ما عندوش استعداد انه يريح المبدا ده شويه. عشان الظروف الرهنه اللي موجوده، بغض النظر البطوله تيجي او ما تجيش. فده ايوه يعني برافو عليك، ما عندوش يعني هو يحافظ على لا المبدا موجود يعني المبدا جيد عموما يعني. لا هو اصل يعني ايه مبدا جيد؟ هات لي نادي في مصر كلها ما طلبش حكام اجانب. اي نادي في مصر، كل الانديه غلط والاهلي ولا صح؟ كل الانديه ماشيه بمبادئ غلط والاهلي اللي ماشي بمبدا صح. ما هو بالعقل برضه. لا الزمالك طلب اجانب واكثر، والاسماعيلي طلب اجانب، والمصري طلب اجانب، حتى والاتحاد طلب اجانب، حتى على المستوى العالمي. مورينهو لما ما عجبوش التحكيم قال كان بيتهكم عليهم طبعا، يعني على الاقل يقول بس رايي وايه المشكله في يبقى في عقوبه. حسن حمدي مخوف الناس كلها، لكن يعني يا اما الناس خايفه من حسن حمدي، يا اما بتاخد تعليمات، يا اما اساسا بتراعي انها ما تزعجش حسن حمدي. لا انا هقول لحضرتك على شيء، احنا في سنه من السنين لما كان الدوري فارق حوالي 11 بونت او 12 بونت لنادي الزمالك، كان برضو في مشاكل تحكيميه كتيره في الوقت ده، وكان في دايما اجتماعات مع كابتن صالح الله يرحمه، وكان حتى في الفتره دي يمكن دي اكتر فتره دخل فيها النادي الاهلي كابتن صالح اثناء المباراه، او اجتمع فيها بالجهاز الفني ولاعيبه الكوره تيم الكوره، اجتمع اكتر من 4 5 مرات حتى، كانت ملفته للنظر. وكان كل مره بيدخل اول حاجه كان بيقولها كابتن صالح رحمه الله عليه، ملناش دعوه بالحكام وخلينا نفكر في شغلنا، ملناش دعوه بالتحكيم وما بتطلعش تركيزك بره وخليك فكر في شغلك. فده انا عايز اقول لحضرتك ان الموضوع ده قديم، يعني قديم يعني متغلغل جوه النادي الاهلي وفي الجذور. عشان كده بقول لحضرتك هم المبدا ده موجود دلوقتي شغالين بيه، ولكن الوضع دلوقتي قد تضيع البطوله 100% بسبب حاجه من كده، يعني غلطه زي دي وانت فارق 3 بونت كانت ممكن تبقى 6 هتبعد الامل شويه، تبعد الامل ممكن كتير. من هنا يعني نروح لفاصل اعلاني ونرجع للمرحله الاخيره من برنامجنا وفوز الأهل.